أتأمل فيك كمن يحيا قصة حب لا يقبل الخيانة. أتمعن في تفاصيلك بنهم يتجاوز حب الاستطلاع. أنبش في صفحات التاريخ لأعرف سر الحكاية، أصل الرواية، المغزى من عشق يجعل نبض القلب في حراك مستمر. أتأمل في جبين شيخ جليل فأرى التجاعيد والعرق يرويان قصصا عن جيل من الرجال، من الفرسان، من الشجعان، أبدعوا وأفنوا عمرهم من أجل أن تحيا ومن يسير على أرضك بكرامة. أعود لأتساءل، هل أنت حلم جميل ينتهي بعد الاستيقاظ أم حقيقة راسخة جذورها في أرضك الطيبة؟ تجيب الابتسامة أم صبورة ودمعة جد أصيل وعرق مزارع في أقصى الجنوب وصبر عامل بسيط يرضى بما قسم الله، وذلك العالم الجليل الذي يربي الأجيال وليس ببعيد عنهم ممرض وطبيب يداوي الأرواح والأجسام، وبينهم جندي وفي أصيل يحمي الحدود. يجيبون جميعا، إنه الوطن، حيث الأمل والحياة التي تحاكي حدائق الورود بما فيها من جمال يفتل الناظرين. هذا الوطن الذي يرعاه ملك همام، وحق أن نهنئه بذكرى تربعه على عرش أسلافه الميامين. فكل عام وقائد البلاد والأمة المغربية بألف خير، وإلى اللقاء، والمغرب يواصل السير نحو الأمام.